بغول أفري طبان أرضي أو إسكوكو جيرو ويلل يقبدو أو كبمد أهداء يرتمع عاد كترتيل عيا مانتا حفلد شهادو ينلقو قدون سينا يلوغو قبتاي مقالة مقدشو كدب أمركي أي دميين قراءات كقرآن كريم كمناسبة دقل انجبينتا أو كد عضي ميد كمي ده هوتيل لده كويا لمقدشو عيا وحا كسو قيب غلاي مامول كسرائي مع عاد كترتيل علماء الدين والدين يمرتشرف كلاي وغهرين وجيت كمناسبة دا وحا كهد لي ما ملكو حيقين كمعات كترتيل أحمد عبد كاهية أنتي هل كان حفلة وقفتي أردي رميستي إجازوين كقرآن كا لقب الله بهال رواية إلى إيو طبان كقرو أيو هل كان حفلة وقفان إيا قبدا يويل الانتبا داد كاسي ومعلمين dad xul ah oo dadka magaalada madarista iyo quraanka ka dhiga een waa dad macadku oo galiyay waqti iyo dadaal muddo 3 sano ah oo macadku uu xaflad qabannin wixii la soo saaray oo hadda 114 aad maqleysiin dhinaca kala qaar kamid ah culimada diinkii iyo waalidintii ka qayb galay xafladda أيّا بوغادية أرضي دا مانتا لقدون سيّي شهادو ينكا مانتا قلن جيبنا أرضي دا ويليشي قبلها همباليو يمبروك إلهي با إذين دوري قفو إلهي جعلي هاي أيو كتاب هي سحف دي سيّا أهل القرآن وأهل الله وخاصته وددك إلهي وقارك إلهي أولها سوى حرم وضله لكن سيح وشمد احترام يشرف لك أي سيم ذيهين بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم مركع إلهي سبحانه وتعالى هو فجيه قلب قوضنا هكسو أرضي ذينا وعن ربائنا أوهم بليهيو وعن ربوك لينا إذين شاهدو أنه والدين تنا وكمدا أنا هاي وداشا دقن كالصو ماليين مت كمدا نواح مركواكو فرحسنا هاي إن ماركتيا قبلها وليش غروح دبضنا ما أنت حفل الدود عن كغيب قلو آد بانوك على هاي فرنهانتي وحان ليهي ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب sidoo kale qaar kamid ah ardaydii lagu doonsiyay shahaadooyinka ayaa cabre dareenkooda ku aadan munaasabadooda dareentu waxaan u salaamaa assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaamta kadib aniga oo xabsata hal uthman maanta waxa umhad celinaya allah subhanahu wa ta'ala oo i waafajiyay maanta jaazada aan qayim kaabtiriska nabi sallallahu alayhi wasallam ina helo baad salaam baan ilaahi mahdiisa kadib waxaan umhad celinaya macallimiinteeda macadka tartiil waalidkayga oo dadaal badan igu soo maray سيبه هو إذا إذا إلهي غير هسيه إن شاء الله ما أنت فرح إذا ملكوه بكره طيعي وحلي هذا حسن أحمد علي وكم إذا أرضا ما أنت كقل الجبينيسة مع ترتيل آدي آديان مع تكون مع هذا علينا يا حير كان معلمين تنزوج رئيسي إمام ولقي إنترن وقدم بنتي وح حفلة قل الجبينة صوحري شيخ صلب آذن أو كهل لي أفك إمام الكسراء مع تكترتيل ku bisha juun bisha may markay dhamaatay ilaahi idankii barnaamijkii ma baad al xifdi ayuu bilaabi raba maahida kale macadka ku xiran iyo waalidiinta dhamaan waxaan leenahay awsha culus ee macadku u bilaabi doono ina iska kaashana ardadii quraanka dhameynay ee daada yareed waad ogtiin qaar kamid dadaalkii la galiyay waxa dhici karta mararka qaar dadaalka inuu sii wado maadka isagoo culays weyn ku tahay arintaas wuxuu go'aansaday inuu guri khaas ah u kireeyo ardadaas oo barnaamijkii ma baad al xifdi oo dhinaci xalaqaadka iyo dhinaci akadeemiga labadaba wata insha Allahu ta'ala bisha juun baa la bilaabi doona arintana waalidiintu ha la socdeen arinta saddexaad in ku gabagabeynay waxa weey walaalayaa معاهد وكمل يا معاد كان بركيسنا مع ترتيل الإقراء والدراسات القرآنية علمي شرفتي علمت وحيدين جيران شرف العلم بشرف معلومي علمي وحو شرف كله وحل برنا شرفتيس ضد بعض دور جري ويديو وحيدين معاد كبركيسنا بعد معاد كوا بركيسين قرآن كي بركيسنا بالغ دعايا وإلهي كتاب أنزلناه إليك مبارك حسن كافي حاج محمد شبل تي في مقدشو